بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا وعنا ونكسن داود يالميل كستا جوكتان كنا سلوا هذا مركز برنامج كنيدين تين استحاد وتضبات كيبه هل مركز داوتان تلفشن كعالمي كستار برنامج كدين تين استحاد وحنو تضبات كيبه هل مركز عسوناش علماء كلا دواني سومالا كوا سو غضبا كلا دوان ودين تاك هذا هذا برنامج كتضبات كوا حيكون مرتيا الشيخ اسماعيل عبد هري او انت بدل الله يغانو شيخ اسماعيل لي وقال رئيس الشيخ وصلوا برنامج كدين تين استحاد والدو ويو مع صنطة aad baan waarsantay barnaamijka diinta iyo nasiixada todobaadkan waxaan hadii la yiraahdo kaga hadlayna diinta islaamku waa naxariis waxaan ino soo diyaariyay sheekh ismaaciil abdi hore inta badal loo yaqaan sheekh ismaaciil deeg aan sheekh intaan barnaamijka ugu gelin dad badan baa iska jeclay taariikhdaada wax yar ku ogaadaan bal taariikhdaada maanta yar taariikh hadii la rabo in laga sheekeyo waa oday weyn soo maaho garcaado ismaaciil abdi hore la yiraahdaa waxaan ka baxay Faaruq Umar 77-tankii dugsiga sare ee Faaruq Umar 77-tankii waxaan ka baxay dugsiga dhexe ee Biyadhacay 81 bishii koowaad waxaan ka baxay kulliyadda Lawrence kulliyadda tarbiya ama College of Education Hamar waxa uu aan ahaa dadkii muddada dheer xirnimada iyo masaajidda iska jecelaa marka waxaan u maleynayaa dee taariikh faahfaahsan oo kaloo intaa ka dheer oo imka loo baahan yahay ma jirto waxa uu la oran karaa Ismaaciil waa uun qof muddo dheer diinta iyo dacwadda kaas oo agdhowaa waxay la tahay inay intaasi tahay kifaaya ama inagu filan tahay maasha Allah way barnaamijkeena todobaadkan waxaan ka hadlaa diinta islaamku waa nasteexo sheekh barnaamijkeena inuu galay insha Allah bismillaah الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامك ودينتي نحريستة موضوع عاص إن إنك هذا الله أسباب كنيسة أما كده كنيسة مهم ضدك إسلامك عدو قوة amma aan islaamka aqoonta u lahayn marar far badan waxay diinta islaamka ka fidiyaan dacaayad rakhisa oo aan qiimo lahayn oo ama jahli u geynaayo ama cadaawad ay diinta islaamka u qabaan ay u geynayso cadaawadasi sanadadii إن دافي آد يا آد بي أحو قيستي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي دعايات فربضان كشيغين إلا قائر أي بوغاك قرين أي أبحيين The Prophet of Doom أما النبي الخراب والنبي وحخرابين أي بي كتل مامي رسولك عليه الصلاة والسلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كبيرة لكن دد علماء هو أقويها أن أبا وحي كتب قرى كتاب الله إلى هذا النبي الرحمة والرسول كين حريسته بركة إسلام نمد قودهان ودين تين حريسته قف كي أن أقون أولهين وحي ندونينا إنا إن أفتي منه قف كي إسلام كعدو أنا وحي ندونينا إنا كر الدينه oo aynu kaga hortagno sheegashooyinkooda aan xikmadda iyo aqoonta midna ku fadhiin. Dan hoos ugu dhaadhacno mawduuca. Alla tabaaraka wa ta'aala wa rahiim. Waa alla naxariis badan. Kataba Allaahu calaa nafsihi raxma. Waxaa Ilaahay Qur'aanka ku yiri fi suurati al-an'aam. كتب الله على نفسه الرحمة وحو رب نفتي سا كواتشبي العيد وحبك ما واتشبي سي او اسحل ساري رب سبحانه وتعالى انو يهي رب نحريس له رب نحريس تا نحريس تيسو اي بلاران تهي سيدا قرآن كأو ربي كيري ورحمتي وسعت كل شيء نحريستيدو وحوالبوي كبالارنتاي
أما عد والبوي كوبيسة وحرص رب تبارك وتعالى أن حريص قوني أهيا ذاتك مؤمنين تا سيدا في سورة الأحزاب كيري وكان بالمؤمنين الرحيمة رب سبحانه وتعالى ورب مؤمنين تا نحريس وين أو بلارن أهيا قصة جلتو نيكا وحش اللي يراهضو أو كمدها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ونكي دلي حمزة بن عبد المطلب واجي دمبرا وحي تاريخ دو ترى هذا ونكي دلي مسيلمة الكذاب مركي او اسلام ايي ايو دارين قالي وحي اسيري ما اديغ او امد اسلام كا كوي اوغو خير كبدنا اي ولي بالرسول كا اهل كيس اها ايغو اسلام كا دفاعيا ما اديغي دلي بي صورتا قالتا ان امكا لغو نحارستو ان با الدين تسوكشو ولكن رسول كأدير كي حمسة أحد للدلي تاريخ دا كما شاكينا إنه لكن نحريز دا كدوغا قصة دا أيين دون إنه وحرب سبحانه وتعالى ويلي قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم الضوم إذا نفوه ذا كحد قدبي خلادات كقلايو لا تقنضوا هكا قوصانين من رحمة الله نحريست إلهي هكا قوصانين حتى إذيك أو خلادات سميي حداد صور نقطان واتربي أصور نقطان إلهي قرب ومن يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا قفك هذا صور نقطه ربي أمبو أصو نقضي ربي عيرين مايو إري مايو شالي بعد قرد قشي أوران مايو شالي بعد عاسي أوران مايو ربي نحريستي سا أيا بادن أو بلارن سيدا أوجد بو ربي نقول يا عبادي الذين أدو مضي ديو بإله سبحانه وتعالى بحايا لعيدك الله ربي أكوها الله أدو مضي سا ماشا ما تعالوه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم الضومدي نفوه ذا كحد قدبي ولا تقنضوا من رحمة الله نحريست إلهي هكاقو صننا محايي إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنوب تؤلن إلهي ورافة هذه شركة كبد باده يقال نمو دم بكستة أو في الإسلام قشو وحو أبيا لا إن ربي سبحانه وتعالى وكار رافه أما وكار رافكو بركة وحين تصيصا أرين تاسي إن رب سبحانه وتعالى ويهي على الرحمن والرحيم ولكن رب كني ماذا تبارك وتعالى ونحريستي سؤي واسعتاي رسول كين عليه الصلاة والسلام كان النبي الرحمة نبي الرحمة رسول كين نحريستا أيوها الرسول عليه الصلاة والسلام ربكي أيا فصيري نحريس الرسول كوؤها إي أخلاق دي سي قيمها بضنيد مركي الرسول كسحابة دي سه أولان نولا سيدا أوجد بان ربي وحو كيلي في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها أدون أصحاب تيسا إيا أمضا إيا حتى حيوان كسيدو شيق دونا أدون أن حريص طبوها تاسا ربكو أمانا يا وحليه فبما رحمة من الله نحريص ألا أكوغي بوحي نحريص ألا أكسيي أو أخلاق داد أكرلغي مد نحريص له أياد لنت اللهم نحريص تا ألا أكوغي بيري أياد صحابة أقود دبع سناتي أقود تشبناتي ولو كنت فضلا غليظ القلب هذا أعطي مذكا كم
أو الضبع حن أو قلبي أدق لفظ من حولك وكاكلا يا إله ينبا ألا تبارك وتعالى رسولك كويري رسولك وحوها عدون نحريس بضا ومضا أون نحريس تا ومضا وحي لبا يا مؤمنين تا رسولك نوي لبتنا عليه الصلاة والسلام وراك إلى كشي غيره وحي أمضى لبعية أمضى إسلام كا إن رسول كنا أي لبكو أهيد أي على قوارمي ربي با تبارك وتعالى وحي في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي محمد وحان نقود دي ربي وحويان أوكلية إن العالم كان حريص النقطة كان رسول كعين كاسة إن حريص دي سواء عين كاتة إدقن كيس وعين كاي هاي إيه رب سبحانه وتعالى وأمرك فري وكفى بالله شهيدا عدمر خاتي نقطنا الله تبارك وتعالى الله كفلا أمرا وكفلا رسولك إيه عدو والبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسولك عليه الصلاة والسلام هل قصة كوبا أو تصالح عشرة وقصو قابا وقصو قاضا له رسولك النحريس تيسا يصيد أصحاب تيسا وقول نحريس تبضنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كورمي مركة ودون يئنو تكدو وحو إني لا أقوم في الصلاة صلاة باني ستا قابي رسولك عليه الصلاة والسلام طبعا رسولكنا مسلمين تا إمام بوها إمام دينيد بوها إمام دولديد بوها رسولك عليه الصلاة والسلام أو رسولك عليه الدين تنا إمام بوها دولد نمد الدين تكوق أنت تنا مضح بوها رسولك عليه الصلاة والسلام إني لا أقوم في الصلاة صلاة بان استاجا برسولك عليه الصلاة بان استاجا أريد أن أطول فيها أن أدون يو إن الصلاة وحقا ديريو أيان استاغا كدبنا فأسمع بكاء الصبي الميرو هو يدي نلت كنيسو أو هو يدي أي مساجد كجرتو أو هو يدي أي سو قادتي أيان أوهنتي سمقلابي رسولك عليه الصلاة والسلام فأتجوز في صلاتي صلاة ديدي عن إسلها أدريسد رسولك وحلي عليه الصلاة والسلام صلاة داسان سوق قابية كراهية أن أشق على أمي أنا أقول كعب سقبة ونعاية إن سحابية دانا لتو كنيسة إن صلاة دا كترتا إن أن كلبه وهنت المهيدة أيان صداء يالا رسولك عليه الصلاة والسلام كان رحيما حتى في العبادة حتى عبادة الدحديدة مدن حريص بضم بوح نسحابي ما نسو أشكتو ذي رسولك عليه الصلاة والسلام وحي يا رسول الله وحن كل هذا صلاة إن أنا كمع إيمان وحن صدا يقولك اللي فيا وحن يلي وحن نقول ديري فلان طبعا سحابة قاسي معاد بوها يس روايدها قاربا شيغا وحو هبل بان نقول ديري صلاة دي قراءة بوي سيدا أوقد وحن كل هذا إن أنا كمع صلاة دائما رسولك عليه الصلاة والسلام آد بو عراضي مؤلن معادو ددالية مرادو صلاة دي دي ديري ما شاء الله ددالية مؤلن رسولك عليه الصلاة والسلام مرادي عبادة دي يقراءة دي لديري أي أصحابتي لابتقار كمدة رسولك وخد بدي بانت عليه الصلاة والسلام يتنم حيلي أيها الناس تضو إنكم منافرون واحد يددك الدين تكئري آياته روايدها قال وحي ليه إن منكم منافرين وحي إذا كم إذا قال ددك الدين تنعسين يددك الدين تكئري آياته ورهدين مثكين ددك أوتوكيو حقا بي رسولك عليه الصلاة والسلام حقا بي قاب معقول أو ددك أي وذكران وعلي رسولك عليه الصلاة والسلام وحيلي سببت الله قابنا يا وحوي ومنهم الضعيف والمريض ودالحاجة
dadkan kula tukanaya waxaa ka mid ah mid xanuunsanaya maanta caalamka maanta dadka cudurradood u badan yihiin cudurrada ay u badan yihiin intaasoo cuduro aan caalamka jiri jirin ayaa maanta jira mid mariida baa jira mid daciifa baa jira oo daciifa un xoog badan lahayn dalxaaja mid xaajo iyo danleba ka mid a oo danta inu hore u gaaro musli kale uu jamaca la tukada doonaya marka qof rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii laga cawday saxaabigaa salaada dheereeyey rasuulku maalintaa weliba cara wejigiisa ka muuqatay markuu hadlaayey uu khudbadeeyey markuu hadlaayey cara ka muuqatay mu odhana saxaabigaa qur-aanka dheereeyey wuu dadaalaya dad badan maanta jooga wuxu ha anuu dadaalayama wuu dadaalay dadaalkaa diidaysa bay odhana dadka maanta jooga maxaa yeel dadka maanta jooga naxariista iyo tarbiyada aqoonta tarbiyada dadkan ayaa ku yar marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ina tusaysaan qisooyinka iyo dhacdooyinkaasi inuu ahaa addoon aad u naxariis badan dhinaca kale maradaynu sheegnay inuu rabbi raxmaanu raxiim yahay inuu rasuulku yahay nebiyu raxma saxaabada iyo muslimiintuna waa ruxamaa-u baynahum waa dad dhexdooda isu naxariista rabbi subxaanahu wa tacaalaa qur-aanka wuxuu ku sifeeyey rasuulkiisa iyo rasuulka saxaabadii la socotay ee la noolayd wuxuu rasuulku iyo saxaabada lagu sifeeyey aayad ku taala fii suurati alfatxi wuxuu rabbi yidhi muxammadun rasuulullaahi waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum muxammadun rasuulullah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii ilaahay waa rasuulkii risaalada iyo fariinta la idinku soo dhiibay ee layi dadka gaadhsii dadka risaaladda gaadhsii baaqa rabbi gaadhsii ummadda waxu sheeg wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqa dadka waxu sheeg baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed bay saxaabadu waxay yidhaahdeen sida uu ka warramay cabdillaahi ibnu mascuud kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yatakhawalunaa fi lmawcida rasuulkii ilaahay wuu na waanin jirayo weliba waanada wuu noo muddo muddayn jiray markuu muddo aanu yar moognahayba waano iyo cashar cusbuu nooga qacsiin jiray isagoo ka cabsi qaba inaanu ka daalloonu ka xiisabeyno wacdiga iyo diinta sidaa awgeed waxay u baahan tahay qofka muslimkee dadka diinta u sheegaya inuu u muddo mudday haddaa shanta salaadoodba aada istaagto ummadda qawuudaasun aada ku hadasho xataa diinta baad nacsiinaysaa diinta baad nacsiinaysaa markaa diinta waxay u baahan tahay fahmi diintu fahm bay u baahan tahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin ninka alla uu khayr la doonaayo diintuu fahamsiiya markaa muxammadun rasuulullaahi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu waa rasuulka ilaahay waaladiina macahu rasuulka iyo kuwa la socdaa ashidaa'u cala alkufaar waa qaar gaalada ku adadag qaar gaalada ku adadag weeye ruxamaa'u baynahum ruxamaa'u baynahum qaar dhexdooda isu naxariista weeyaan baa rabbi qur-aanka ku yidhi xadiis caana baa jiro caruurta loo dhigo oo nucmaan binu bashiir uu weriyey wuxuu rasuulku yidhi waa xadiis caana masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim masalu ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxuma rasuulka calayhi salaatu wasalaam sawir qiimo badan buu bixiyey sawir qiimo badan mu'miniintu sida isugu naxariistaan ee ay isu jecel yihiin ee dhexdooda naxariis ay u taallo iyo dhibirsanaani wuxuu yidhi waxay la midi waa jidh oo kale taswiir la yaab luu rasuulku bixiyey ummaddiibu wuxuu ku shabahay qof keliya inay isku yihiin inay jidh keliya isku yihiin buu ku shabahay jidhkaa idashtakaa minhu cudwun haddii jidhkii xubina xanuunsato far baa jidhkii xanuunsatay amba madaxa xanuunsatay amba ilbaa xanuunsatay amba lugbaa xanuunsatay
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى جرك أوردن أيا حبين تاني وقف كم يا بلشدي مسلم كهاي قف كي با حبين لقد نجيا حدي جرك حبين أي حنوسته جرك كلانا هبين كاس أوردن حمضة يسوع تيت كل قيف سلام الرسول عليه السلام وحول التهاي وصور آد يا آد قيمة بدن ما هذا كان ما أنت تشوفه متضمن عناية متضمن لغاية وذات كان وذات كان نبت قري إن ذات كان ما أنت تشوفه إسكت آية داس قرآن كأ ربي أكو شيء جاي إن مسلمين تلحدوا النحريس أي تالو يحديث كأكدم بيجي الرسول أكو سفيا إن مسلمين تو بلشد أي شر كلي إسكت هاي وحي لبضوا إنه شيء جاي نحريس تا هي استاكولين تا بلشادة نحذية دا تالا ومدى أوردن بالون حريسان ايا وحا سيقار اي شريعة دا اسلام كو اتابتي ددك اهل كا اه ايا قرابضو انا اسحليريان سحابي قليلا ابو هريرة رضي الله عنه ايا وحلي جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ننبا أيمد فقال يا رسول الله وعي رسولك إلهي من أحق الناس بحسن صحابتي يا حق له إن أن حريريه أو أن أصم فالأمضى يا إيقو حق بضن رسولك وحكيري هو يدا أمك بكير ومرلبا وحيري ثم من هو يدا يا كحيقة وحيري هو يدا با كحيقة وحوري يا كحيق هو يذهب كحيق مركو صدح شير هو يذهب كحيق تيري أي مركي أفرايد قال ثم أبوك أبهب كحيق معنى هذا هو حويان هذي والد كاغو أي سمفل بقول كيف بقول كاسو غيان بقول كيف شان إيا تضبات هو يذهب كاسو بيسا هاي يالي رفاتك أي كولا سو مرتي يالباتد أي كولا سو مرتي وحويا مثل قياس كرمه مثل قياس كرمه وهن على وهن إلهي سبحانه الضعف الضعف اللي ضل لي أيه كل صومرتي حديث الرسول كورم يوحي عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه حديثه من عيك هلول لك أنت سانك قاضينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نك علي نلاش الضمبيقي آخر الرميسني فليصل رحمه رحم كيسة ححريريو ولا الله يال وحن عشر هوجب الجبينين برضين كسر هذا لين حريص الربي ين حريص الرسولك يصير أمضو يسقون حريصته جارهان مرهدين والدك يرحمك كسر دع دعني وحن شعلة إن لبئركننا هنو إن إسلامكو ودوني إن حتى حيوان كلون حريستو ما هب بلا آدمي تذكى إسلامكو وإسلامك عيبين يا أبها يهو يدا يا إلموه مركي ستيديت وطير قارن بأي لعقتك هنا أبا هذا عناي كالا حدا وحبو بيس بصيا ما أنت ستيديت من قارن سيئو كالتغان وحلقا يبا إنا كريسمس كيس أركان هدي كريستا يهي لكن إسلامكو والدك يا ولد هذه حتى وينادان مكلت تجيا وقطع ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبدا والدين الله سما فرا ما عرفه يا لطيا حتى هذه أكت هذا كوينادان بإله سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحيري إسقوا سيد الله قلنا حريصنا أي حيوان ككو رما يوحيري هواني أيها بصد نارك وكرتين كشيب رسولك عليه الصلاة والسلام سببت المحايا هاي وحيد بصد بي سواق أبطي ويحدي سيجني بي قليسي وحنا ما يسينين منا يسيدين ما يلاحس كحاب حابته بصد ويدي ماتي هواني داسي وحي نارك وكشي بصد داسي أي لورادية بي حادث كورمان وعالك هاي نوغم وقنايا إن إسلامك ودينك كستا
أولا في ريو إنو نحاريسو يهي ومدى نحاريسو يهي كونك أولا نحاريسو يهي رسولك إلى حد وعكا قارسية ورهدين بدكين نيف وقورع عايو ماركتي فليرح دبيحته ورها الراحيو نيفك حتى وقورع عايو رسولك عليه الصلاة والسلام ولا الله يال هلكا وحي نوغا موغدا موندا كوكوبان هدير لا دمع إلا بلاريو دور كاقود مدول با هبينا لغا شكين كريا لكن وحين دوينا موند كوبان إني ولا لها داوانا يدريسك يتيفيقو أي تسالو ين قابان كاقاتان تاسو أي نكو دوني نوقفكي مسلم كاها إي إسلام كاهانا إنو نحريس إسلام كا حسوستو ومدونا إسو نحريستو كي إسلام كعادو كو أهانا أي نو او افتيمنو إن إسلام كو دينتي نحريس تيهي سيدا وحين او يلنا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كتطباتكم وحيكم مرتيان هذه يادكم هذا علني يا شيخ إسماعيل عبد هرول وانت بظلو يغانو شيخ إسماعيل ليك تطبات كنا برنامجك وحين كهن دينت ونحريس دينت إسلام كوان حريس برنامجك وحيد لسعود سيني يعني عبد الله يوسف عبد الله يكون تدن بوحي سلوح عندك كتكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.